خلينا في مشكلتك انت الاول. الله يسلمك. تفضل يا شيخ تفضل. اولا عايزك تدعي ربنا ان ربنا يرزقك زوج صالح يا رب. بس انا موضوع المصيف ده انا ابني بيتأذى جدا وبيعيط لان نفسه يطلع مصيف زي الولاد وانا ما عنديش محرم الا بس عشان ما بقاش اسمع واحد وما بيجيناش. كم عمر الولد؟ 10 سنين. مفيش لكم جاره راح المصيف مع زوجها ترسلي معهم؟ لا مفيش اصلا يعني هو يعني انا باخد بالي منه ما مش حد عليه. هعمل لك ايه بس يعني ما كلنا ابن لنا اولاد ونسيبهم يعني ما ينفعش ان انا اروح انا منع نفسي. لا تسافر بدون محرم الا للضروره ما في ضروره وما يكون مع رفقه امنه. يعني استنى مثلا ان شاء الله لما يبلغ واذهب بيه. يلا ربنا ايوه يكون لك محرم كويس. الله قول له انت طيب لابن. ان انا هفسحه هنا حوالينا في القاهره في التجمع الخامس في كده ده عادي؟ ماشي ممكن في كده ان انا مثلا ارفع عنه ممكن. الله خيرا. هو كم عمر الولد؟ 10 سنوات. طيب كويس ارسلي مع الجيران. ماشي مع السلامة. ربنا يصلح حالك يا شيخ. مع السلامة.